بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يقول السائل: يقوم دكاترة أساتذة بشرح مواد الكلية في كورسات، ويقول الدكتور: أنا مش مسامح لمن يسجل أو يسمع هذا التسجيل، هل يجوز سماع هذه المواد المسجلة وهل يجوز تصوير الكتب بنفس الطريقة؟ أما بالنسبة لسماع كورسات خاصة بمقابل مادي ليست هي المحاضرات العامة التي تلقى في الكلية، وهذا الأستاذ قد أدى ما عليه في وظيفته في شرح المطلوب منه للطلبة في الكورسات في المحاضرات العامة، فهذا لا يجوز والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. يعني الأصل إن أنا المجالس بالأمانة، إذا كان يعني منعت من أن أنقل هذا الحديث لغيري لطرف آخر، وكما ذكرت هذا الحديث له مقابل مادي، هذا الكلام له مقابل مادي، إن الرجل يشرح مثلا بطريقة فيها تفصيل أكثر ويقضي ساعات أطول ويبذل مجهودا أكثر خلاف ساعات العمل الرسمية المطلوب منه أن يشرح فيها، وهذا يدفع فيه مبالغ من المال، كونه يسجل بدون إذنه لا يجوز ولا يسمع كذلك. الرأي في العمل أو الإيداع للتوفير بأحد هذه البنوك: بنك البركة البحريني. للأسف بنك البركة عنده جواز التورق، وهي عملية ربوية تضبط على الأوراق على أنها عملية إسلامية بكل وضوح، قرض يعطيه مالا ويكتب أوراق لأنه اشترى ألمونيا في الأرجنتين، ولا مش عارف اشترى بلاتين في ألمانيا، والناس لا ترغب في السلعة قطعا ولا دخل لها بشيء، بيعمل له ورق ويقول له: انت اشتريت ووكلتني في القبض ووكلتني في البيع وانا اشتريت منك، وامضي امضي امضي، اتفضل الفلوس اهي 10,000 جنيه وانت هتسددهم 15 على كذا. هذا الامر للاسف الشديد لابد، يعني اللي انا بقول اللي يعمل لابد ان يعني يمتنع من مثل هذه المعاملات وان استطاع، ويحاول اصلاح الجهاز المصرفي الفاسد الفاسد منه اجزاء كثيره في البنوك الاسلاميه، بسبب ان الاغلب الاعم من الموظفين والعاملين اتوا من البنوك الربويه بفكر البنوك الربويه. فالعمل انا احبذ العمل في البنوك الاسلاميه بشرط الاصلاح. بنك التمويل السعودي هو ايضا من يعني ابعد البنوك الاسلاميه عن النظام الاسلامي، احسنهم مصرف ابو ظبي الاسلامي على بعض الخلل في بعض الاجزاء، لكن بنك مصرف ابو ظبي اللي هو البنك الوطني للتنميه من احسنهم، هو بنك فيصل وبنك ابو ظبي في عقود المرابحات افضل من بنك فيصل، في عقود شراء السيارات ونحوها بطريق المرابحه لا يشترط غرامه التاخير، بل يفتح باب إثبات عدم المماطلة
وبالتالي عدم الزيادة عليه في الأقساط نتيجة التأخير، ويجعل الزيادة في حالة عدم إثبات المماطلة كغرامة كتعزير يوضع في مصالح المسلمين ولا يستفيد به البنك. وبالتأكيد أن هذا أهون كثيرا من بنك فيصل الذي يشترط غرامة التأخير في سداد الأقساط يقدرها بنسبة أرباح البنك عن نفس المدة التي تأخر فيها، وهذا ربا صريح. وإن كانت الهيئة الشرعية تجيزه لكنه ربا بلا شك. البنك الوطني للتنمية هو ده بنك أبو ظبي الإسلامي، إنه ما اشتروه. كثير من الإخوة يقومون بحجز الأماكن في الصفوف الأولى ويذهبوا ليناموا، هذا لا يجوز، واعتداء وظلم وإثم وليس ثواب للصف الأول، لأنه أخذ حق غيره بغير حق. هذه المساجد والأسواق والمواصلات العامة وكل ما هو عام للمسلمين كأوقاف أو غيرها هي لمن سبق إليها، فكونه يعتدي على حق غيره يكون له مكان آخر في المسجد يشغله وهو حاطط بتاع كده ويحجزها، كيف يحجزها؟ يحجزها بأن يتواجد فيها، وإذا ذهب لقضاء حاجته رجع، شيء عارض، وليس أنه يذهب يأكل وينام ويشرب الشاي ثم والله أنا قضية النوم لا، يعني لو أنه مقيم على الدوام لكني لا أرى له ذلك، لا أحب له ذلك، بس مش قادر أقول له أنه هو يعني أنه زي ما قلت في الدنيا كده يأثم. حكم الرسوم المتحركة والكرتون للأطفال، الظاهر جواز ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لعائشة، أذن لعائشة أن تتخذ البنات، ودخل عليها، وذلك بعد خيبر، ووجد عندها هذه اللعب، ووجد فيها فرسا له جناحان، فقال ما هذا؟ فقالت فرس، فقال وله جناحان؟ فقالت أو ما سمعت أن سليمان عليه السلام كانت له خير لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فاقدروا قدر كما تقول عائشة، اقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللعب، فهناك حرص الطفل على اللعب هذا من حقه وهذا من مداركه الأساسية التي تتسع من خلال اللعب وتكوين الشخصية السوية من خلال حظ اللعب. كل دي دراسات نفسية تؤكد أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الإذن باللعب واتخاذ اللعبة من العهد لتوسيع مدارك الأطفال لإعطائهم حظهم، كل دي حاجات تربوية سلوكية على أعلى مستوى. فالرسوم المتحركة الإسلامية النافعة وليس الرسوم المتحركة الهدامة التي تمتلئ بالسحر والصراعات يعني تغذي النعرات الجاهلية أو تجمع الناس حول أعداء وهميين للنظام العالمي. للعلم الحاجات الأمريكاني هادفة لأمور معينة وليست رسوم اعتباطية، حتى توم وجيري، توم وجيري دي فيها حاجات سيئة كثيرا منها ضحك ونحو ذلك. وأنا بشوف الأولاد لما بيقعدوا للساعات الطويلة أمام الكرتون يحصل لهم بلاها، بالإضافة إلى
يعني المعاني السيئة التي تبثها كثير من هذه الرسوم. فوجود البديل الإسلامي أنا أرى أنه مما هو جائز شرعا والعمل فيه أيضا كذلك. ها؟ استنى. الرسم طالما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ اللعبة من العهن، وأذن في اتخاذ فرس له جناحان، ولو كان محرما لكسره. هل يجوز تحريك الشفتين بالقرآن دون إصدار صوت مع قراءة الإمام في صلاة النافلة بغير الفاتحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن في القراءة بالفاتحة، والباقي غير الفاتحة على عموم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، رغم أن هذا لا يقال عنه قراءة، مجرد تحريك الشفتين فقط، لأنه لابد من خروج هواء حتى ولا يعني كان الصوت ضعيفا جدا لكن ما خرجش هواء ما بقاش اسمه قرأ، لكن هذا ليس مشروعا لأن السنة أن ينصت لا يقرأ ولا شيء من القراءة. يعني ولا إذا كانت القراءة حاجتين تحريك الشفتين وخروج الهواء مع تحريك الشفتين واللسان فلا يصنع شيئا منهما، زي بالضبط النفخ، يعني ما يقعدش ينفخ في الصلاة وخروج الهواء بدون حروف، كذلك لا يحرك شفتيه فقط. الأسئلة اللي ملهاش لازمة دي ملهاش معنى. هو في واحد حقيقة تدبر إلا لما يمر القرآن على خاطره؟ ها هو سؤال وخلاص، يعني إيه هيمر القرآن يعني إيه بخاطره؟ طب ده هو ما المطلوب يعني إن هو يتدبر القرآن إزاي إن لم يمره على خاطره؟ زوجته وضعت مولودا في رمضان تقضي نفاسها في بقية الشهر، أخذت بالرأي الذي يقول الإطعام عن كل يوم دون أن تقضي هذه الأيام. أنا لا أعرف رأيا يقول أن النفساء تطعم، هذا ليس برأي، هذا ليس بقول أحد من أهل العلم فيما أعلم، هذا قول باطل لا دليل عليه. النفساء تفطر وجوبا وليس جوازا كالحامل والمرضع، الحامل والمرضع هي التي ورد أنها تفطر وتطعم وتقضي، وأما النفساء فهي كالحائض عليها القضاء وليس لها الإطعام. أنا لا أعرف أحدا من أهل العلم يقول أن النفساء يجوز أن تطعم. الحديث عام، كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. النفساء كالحائض تماما تؤمر بقضاء الصوم لا تؤمر بالإطعام. يقول هل الإطعام يقتصر على الفقير والمسكين؟ نعم لا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نص القرآن. فما ينبغي أن يكون السؤال هل يلزم الالتزام بنص القرآن؟ لأن هو غالبا يقول وإن أطعمت غير المسكين أو الفقير لا يلزئ. نعم لا يلزئ، يعني راح جاي أكل المعتكفين، والمعتكفين المعتكفون فيهم الغني والفقير، فهذا لا يلزئه لأنهم أكلوا جميعا. يقول أنا أفطرت عن زوجتي، يعني فطر أطعم عن زوجته من ليس فقيرا أو مسكينا، ليس له أن يعيد كما ذكرنا لأجل أنها أفطرت لأنها نفساء وليس لأنها حامل أو مرضع. الأيام اللي أفطرتها بسبب أنها حامل قبل الولادة هذه يمكن أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا كان قد أفطر قد أطعم من ليس مسكينا عليه أن يعيد، ولكن الأيام التي أفطرتها بسبب النفاس وكذا بسبب الحيض، يعني امرأة مرضعة
أثناء إرضاعها حاضت، هي كانت تفطر في رمضان لأنها مرضعة، فلما حاضت وجب عليها القضاء وليس الإطعام، لأن هذه تفطر كما ذكرنا وجوبا. يقول: بعض الناس يضع عندي مالا على سبيل الأمانة والادخار، هل يجوز لي التصرف فيه كإقراضه للآخرين دون الرجوع إليهم وأنا متعهد برد الأمانة إليهم؟ لا يجوز لك ذلك، بل هذه خيانة للأمانة، لا بد أن تستأذنهم. لا يحل لك أن تتصرف في هذا المال إلا بإذنهم، هي أمانة عندك وهذا ليس من حظهم حتى يأذنوا. خلاص، إذا كانوا قد أعطوه إذنا تصرف كما تشاء بما فيها الإقراض تصريحا، يبقى السؤال ليس له محل. يقول: هل أتصرف بدون الرجوع إليهم؟ إذا كان المودع قد أذن له إذنا عاما في ذلك فهذا قد أذن. هل تنصح الدعوة السلفية أبناءها بدخول الجيش أو الشرطة في ضمن ظروف الحدث الرهينة؟ لا أعلم. أخي مجند في العمليات الخاصة بالأمن المركزي يعمل على حراسة السفارة من قبل الأحداث، نسأل الله العافية. هو طبعا في خطورة شديدة جدا ان تحصل اي حاجة قد تسفك دماء مسلمين، مع انهم لا ينبغي ولا يصح لهم ان يصنعوا من قبل انفسهم ما يكون فيه اعتداء، لكن الامر صعب جدا. انا لا اعلم. ايضا ذهب شخص لاستبدال تاكسي قديم باخر جديد، قال له صاحب صالة السيارات: سيارتك 65,000 جنيه التي تريدها 130,000 جنيه على سبيل التقسيط. لما ذهب للاستبدال اصطحبني الى شركة معينة وقال: سنكتب العقود باسم هذه الشركة لانها ستعطيني الفرق الان وانت ستدفع الاقساط هناك وستأخذ السيارة بعد ذلك من الصالة. هذه الصورة صورة قرض ربوي من الشركة لك. والشرط حتى تصح هذه المعاملة أن تقوم الشركة الوسيطة بشراء السيارة أولا وأن تقبضها تستلمها، ثم بعد ذلك قبل أن تدفع أنت شيئا تبيعها لك. يمكن عمل وعد بالشراء لكن لا يتم الأمر حتى تشتريها الشركة الوسيطة التي تقسط وتستلمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن وقال: لا تبع ما ليس عندك. صاحب الصالة يقول له: كم ستدفع مقدمة؟ يقول له: سعر القديمة أو مبلغ كذا، كم سيبقى؟ 40,000. يقول له: هؤلاء 40 ستصبح 60. هذه الصيغة لا تلوز، لأن كده العقد تم على الثمن الفوري وأصبح مدينا بالمبلغ وأصبح الصيغة وأصبح عليه أن يدفع فائدة لهذا المبلغ، لكن يمكن تصحيح صيغة البيع بالتقسيط، لأن يقول: السيارة بالتقسيط هي كانت أصلا مثلا هو ده هيدفع 60 وهيتفضل 40
فيقول له الاربعين دول هيبقوا ستين، لا هيقول له السيارة بالتقسيم بمئة وعشرين، ستون مقدمة وستون مقسطة على كذا قسط. والشرط في ذلك ان تكون السلعة ساعة العقد مملوكة وفي حوزة وفي قبض وفي يد الشركة الوسيطة، حتى تكون عملية تجارية فعلا، عملية تجارة وليس نقود في مقابل نقود. رجل عليه ديون كبيرة، ليس هناك من مصدر استدان الدين إلا إذا أخذ قرضا من البنك الربوي، هل يجوز؟ لا يجوز ذلك إلا إذا كان جائعا لا يجد طعاما، عاريا لا يجد كسوة، أو أنه سيمنع من ذلك بأن يسجن فأرا بحيث يكون مكرها. أما أن هو مش لاقي حل دلوقتي، لا بد أن يعني يبحث كل الوسائل الأخرى حتى إذا وجد نفسه سيسجن غدا أصبح مكرها، غير ذلك لا يجوز. رجل نجح يدور في الامتحانات، ضرب نارا من 40 الى 50 طلقة، هل يأثم بذلك؟ انا اعرف ان الطلقة تتفاوت احيانا من 8 الى 16 جنيه طلقة واحدة، فهذا المبلغ كان اولى به فقراء المسلمين، وهذا السفه. ثم هذه الطلقات العشوائية قد تصيب بعض الناس فيحصل ذلك ضرر، فمثل هذا من السفه الذي لا يجوز. كيف يحفظ الإنسان الخواطر؟ لا يستدعي خواطر المعصية. السرحان الخواطر نوعين، خواطر بتأتي على الإنسان دون استدعاء منه وهو لا يعني جالس خطر في بالي خطر، وفي خواطر يقعد كده يقعد يستلهم ويسرح ويجيب الخواطر، هعمل كذا وهعمل كذا. والأدواء القلبية في الأول العشق والإدمان وممارسة على السرية والشذوذ الجنسي، كل دي سببها السرحان ده اللي من نوع استدعاء الخواطر، بتبدأ الحكاية لخاطر غير مستقر. الشذوذ الجنسي ده على سبيل المثال مشكلته الأساسية موقف حدث فيه رغبة، عندما يتم الاستدعاء مرة بعد مرة النفس من جوه بتتشوه ويحصل تشوه من الصعب جدا علاجه وان كان ممكنا. العشق كذلك، لان الواحد بيتولد ملوش رغبه جنسيه اساسا ويظل سنوات طويله بلا رغبه جنسيه، وبعدين بتتكون الرغبه الجنسيه بدون تحديد شخص بعينه سواء من الرجال او من النساء. امتى يبدا الامر؟ يبدا لما يشوف واحده تعجبه او هي تشوف واحد يعجبها، وبعدين مش من اول مره، لان الانسان ياما شاف جميلات وياما النساء شافوا رجال لهم جمال ومع ذلك لم يحدث شيء. لكن المشكله في ان هو يقعد يسرح يجيب الصوره ويتخيل نفسه وهو يفعل كذا وكذا وكذا ويجلس كذا وكذا ويسير كذا، ومع التكرر يقع الإنسان أسيرا لهذه الخواطر، يحصل مرض العشق، يحصل مرض الشذوذ الجنسي، يحصل الإدمان. للعلم يعني الألعاب الإلكترونية دلوقتي بتعمل إدمان بيحتاج لعلاج، ويخشوا مراكز علاج الإدمان بسبب بعض الألعاب اللي هي موضوع السرحان، مش قادر يبطل الموضوع ده ويتغير سلوكه بقى في الاعتماد تماما على هذا الشخص او على هذا الشيء او على هذه اللعبة او على هذه المادة، لان في ادمان دلوقتي بمواد مش مخدرة نتيجة الخواطر.
والاقتناع بان انا بجد لذة هائلة في هذا، والغتبة النفس عاملة زي الاسمنت، خليط الاسمنت الطري لو سبته ينشف بيبقى بعد كده ايه زي الحديد ناشف جدا خلاص ماض، ما ينفعش ترجعه خلطة تاني، ولا الاسمنت اللي نشف بينفع يرجع الا بصعوبة بلاها بقى عايز يروح المصنع، هو بقى المصنع هو حراسة الخواطر، وبالتالي فحراسة الخواطر معناها عدم استدعاء خواطر بالمعصية، هو دي مرحلة في الاول خالص سطحية سهلة جدا الواحد يبطل، ما يجيبش الخواطر ويمشي العربية على سرعة 140 وهو مطلوب يوقفها خلال 10 متر تقف مباشرة، بمشيها على 140 وانت عارف ان عندك منحدر هتقع فيه العربية لو ما وقفتهاش، لو ما وقفتهاش قبلها ب 200-300 متر بدوز بنزين لا بكيلو مش هتقف هتقع، فانت لازم ما تقوليش انا دايز بنزين على الاخر وعمال اجيب الخواطر وازود 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 ومش قادر، ما انت العجز هذا اتيت به من عند نفسك، ما معنى ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول، هل سنسأل عن القلب؟ القلب فيه اعمال للقلب زي ما قلنا، الخواطر المستدعاه التي تؤدي الى فعل الحرام، لو وقعت في الحرام فانت مسؤول، اما الخواطر المجرده معلوم ان انت مش هتسال عنها طالما لم تعمل، لكن هناك اعمال قلبيه، هناك اسر قلب الانسان زي ما قلنا العشق ده الشذوذ الجنسي، اهالي الامراض يسال الانسان عنها طالما طالما انه هو الذي تسبب فيها، الحسد ده خواطر سوء تظل لغايه ما تدمر قلب الانسان، البغضاء تقعد تسمح كده فلان ده عمل فيا وكان ينبغي معاه وانا عايز اعمل فيه كده، لغايه ما تلاقي نفسك بتكره فلان مش قادر وانت اللي جبته لنفسك، لان انت قعدت تنظر تسيء الظن حتى وصلت الى البغضاء من حيث لا تشعر، الحسد والبغضاء الكبر والعجب دي كلها حاجات ايه قلبيه، العجب ده ناشئ عن ايه؟ ان انت عمال تسرح في نفسك ان انت كويس جدا احسن من غيرك كلهم مفيش زيك انت اللي ما حصلتش في العالم، والخواطر دي عماله تيجي وتتسقى من الشيطان لغايه ما الواحد يفتكر نفسه كده فعلا، يوم يتعامل مع الناس بعد كده بالايه؟ بذلك، وينسى سلبياته واخطاءه وذنوبه، ولذلك هو محتاج دايما يستغفر، علشان يعني ايه الاستغفار؟ يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستحضر ان هو بيذنب كل يوم 100 مره وبيستغفر ربنا، ومش بيستحضر الكلام ده تواضعا، بيستحضره حقيقه انه عنده ذنوب كل شويه افتكرها، اذكر في الاثر الاسرائيلي ان داود نقش خطيئته على كفه لينظر اليها ليبكي، وظل يبكي حتى نمت العشب من دموع عينيه، اثار اسرائيليه لطيفه يعني من المعاني الحسنه، فاحنا يعني الخواطر دي الامراض القلبيه بسبب طريقه التفكير، فاذا وصل الى مرض قلبي يؤاخذ عليه الانسان، السؤال اللي بعد كده بقى هو مترتب على ذلك، لو اخ تقدم لخطبه اخت وبعد ذلك الاخت حبت الاخت هذا الاخ في يوم الرؤيه الشرعيه، هل هذا الحب حرام؟ طبعا مفيش حب من اول نظره في الدنيا، الحب ده بسبب استدعاء الخواطر، والعشق مرض من الامراض، الحب ده يبقى حرام لو نظرت اليه بشهوه، لو خلت به لو سعت الى فعل محرم، العين تزني وزناها النظر، الاذن تزني وزناها السمع، سماع الكلام، طبعا انا بقول لك اجزم يقينا طالما حدث عشق يبقى لما يجي يسمع صوتها ولا تسمع صوته
كل منهم لا يمكن يستحيل أن لا يتلذذ بصوت الآخر. يبقى وقع في الأذن زناه الإيه؟ السمع. الفم زناه القول واللسان زناه الكلام. حصل عشق يستحيل الكلام يبقى منضبط بضوابط الشرع. كل منهم يتلذذ بكلام الآخر. يتلذذ تلذذ غير جائز. يبقى وقع في اللسان زناه الكلام. يبقى حيموت ويقع في لمس المحبوب او المحبوبة. يبقى اليد زناها البطش. يبقى نفسهم يعني يعملوا اي حاجة ويجذبهم عشان يتمشوا مع بعض. يبقى الرجل زناها المشي. يبقى كل الحاجات دي زنا الجوارح وليس زنا الفرج. كلها سماه الرسول صلى الله عليه وسلم زنا. يبقى اذا كان الحب يؤدي الى ذلك شيء من ذلك فضلا عن الزنا زنا الفرج فهذا حب محرم. ونحن نجزم انه اذا وصل الامر الى العشق فلا بد ان يقع ذلك. اما مجرد التوافق المبدئي الذي يفكر فيه الانسان، هل هذا يصلح زوجا، هل هذه تصلح زوجة، انا استريح لهذا الشكل، اعجبني فيها او اعجبه فيه أعجبها فيه، هذا أمر لا يصل إلى العشق الذي يسأل عنه في الحقيقة اللي هو الحب. إلا الحب ده مرض من الأمراض. حتى ولو مع الزوجة، العشق اللي بيوصل إلى أسر الإنسان، يعني ما يحبش مراته، حبها طبعا، ده أمر وجعل بينكم مودة وإيه رحمة، بس توصلش لدرجة العشق. العشق معناه أسر، معنى ان الانسان بيقول احد الملوك الامراء كان ابن كثير جاي ذكرها في البدايه والنهايه، كان بيحب جاريه جدا ويقضي معها الاوقات الطويله جدا، وبعدين بيديها عنبه، دخلت العنبه في مجرى النفس وماتت، رفض يدفنها وفضل يحضر فيها لغايه ما تعفنت، وفضل يمتنع من الطعام والشرب لغايه ما مات. والعياذ بالله. فكون الانسان يبقى ماسور بحيث لا يستغني ابدا عن من يحب، فهذا يصل الى ما قال ابو بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. كلمة عجيبة من أبي بكر الصديق، وعمر ما استعملت كلمة نعبد محمدا صح قط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتى بذلك أبدا. ولكن عايز يقول لهم تعلق القلب الذي يجعل الإنسان لا يظل ملتزما بالدين إلا مع شخص بعينه عبادة. فأنتم إن لم تثبتوا على دين محمد بعد وفاته كنتم تعبدون محمدا. هذا القلب بالتأكيد. حديث الحسن: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض عدوك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. شهر بني حسن. وقد تكون حكمة، وهي حكمة بلا شك. رأيت زميلة لي في العمل تصلي ببنطلون ضيق جدا، كيف أنصحها؟ انصحها، قل لها الصلاة كده لا تجوز، غض بصرك عنها، بص في ناحيه كده، اديني بتكلم معاك اهو، وباصص على ايه؟ على السيراميك ده، وانا بوضح له الكلام، وانتوا سامعيني كويس. الصرف في البنطلون الضيق يا اخوانا لا تجوز. معاك تليفونها، خدت تليفونها ليه؟ مش عارف. ماشي كده؟ هو بيقول معايا مع العلم انا معايا تليفونها، خدته ليه تليفونها؟ ابعت لها تكلمها مباشرة قدام الناس، قدام زميلاتها أحسن،
وامسح التليفون بتاعها. حضرتك لو جبت الذات اللي بتحطه كصدقه لا، يجيب الدال يديهولها هدية علشان الستر مش مطلوب ساعة الصلاة، بس إذا كان يجيب الدال يديهولها هدية عشان تصلي بيه وعشان تستمر بيه بعد الصلاة. أما إن هو نجعل ملابس للصلاة فقط، وكأننا نقول استتروا أمام الله ولا تستتروا أمام الناس، مع أن هذا الأمر مع أنه ده واجب طبعا تصلي صلاة صحيحة، لكن لابد أن تستر عورتها بما لا يصف خارج الصلاة كداخل الصلاة. هناك خلاف بين أهل العلم في السام الضيقة تبطل الصلاة أم لا؟ هل يجوز للحائض الجلوس والنوم على سلالم الخلاء أو سلالم مدخل المسجد؟ سلالم مدخل المسجد اللي بره، جدران المسجد اللي بره يجوز، اللي جوه المسجد زي السلالم اللي بتطلع على الادوار العليا لا يجوز لانها جزء من المسجد. الخلاء اللي هو دورات المياه نعم، طالما ان هذا ليس مخصصا يعني ليس معدا للصلاه. هل يجوز الجلوس على السطح للحائض؟ السطح جزء من المسجد، لا يجوز ان تمكث فيه الحائض. عندما يدعو الامام في قنوت الوتر المأمومون يقولون امين، وعندما يذكر اسماء الله وصفاته لا يقولون امين. لا يلزم أن يقولوا وراء كل كلمة أمين، إذا الثناء على الله عز وجل مقدمة، هو ما عندوش نفس يجيب كل الثناء هذه يقطعه، يعتبروها شيئا واحدا، وهو مش كل كلمة هنقول أمين بعدها، اللهم أمين، آتنا أمين، الدنيا أمين، حسنة أمين، لا، أنت هتقول اللهم آتنا وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هتقول أمين في الآخر، تعتبر كل الثناء ده مقدمة بين يدي آمين اللي هتقولها، يبقى بالضبط كده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلنا في الآخر إيه؟ آمين. يبقى كل ده قد قلته ودعوت به. لا بأس، بس المهم إن هو يعني عشان تبقى جملة مفيدة. الإمام أثناء قراءته بدأ يقول دعاء قل أنت أيضا، لأنه لا يقرأ الآن، وإنما أنت تمنع من القراءة أثناء قراءته. إذا هو انشغل بالدعاء افعل مثله أيضا، ادعو أنت بنفس الدعاء، وجدته يدعو بنفس الدعاء الوارد في الآية، ادعو لنفسك بمثله، لأن هذه ليست قراءة. لو سكت ادعو أيضا في سرك. ولو كانت قراءة زي خواتيم سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة هي لا تحتاج إلى تكرار، لأن الله عز في آخرها تؤمن. الله عز وجل قال قد فعلت. تكبير الجنازة والعيد ذكرنا أن الصحيح أنه يرفع يديه، لأن ابن عمر كان يرفع يديه. أخ يتميز بلحية وفيرة، هل يأخذ منها من بعد القبضة؟ الأخذ من بعد القبضة جائز، ولا يحصل الأخذ إلا في حج أو عمرة أو إذا فحشت جدا. يعني أنا رأيت رجلا فعلا، رأيت كلام الإمام النووي إنه رأيت لحيته لحد تحت يعني لحد العانة،
هذا طول فاحش. ولذلك لو كان يأخذ كما فعل ابن عمر في كل حج وعمرة فما زاد أخذ لما وصلت إلى هذا الحد. حكم رجل اتفق مع زوجته على عدم الحمل، حملت عمدا من ورائه فحلف عليها بالطلاق وحرمها عليه حتى تخلص من الحمل، والحمل في شهرين، والعلم ان هذا الطلاق الثالث يكفر عن يمينه لانه انما يريد ان يلزمها باسقاط الحمل، وطالما قد تجاوز الحمل 42 يوما فلا يجوز اسقاطه طالما قد تخلق، وهو يتخلق بعد 42 يوما. وليس لاحد الزوجين ان يلزم الطرف الاخر بمنع الحمل، اتفقوا يجوز لأي منهما إلغاء هذا الاتفاق في أي وقت دون الرجوع للطرف الآخر، لأن هذا حق لكل منهما، لا يلزمها بمنع الحمل ولا تأخذ أقراص أو وسيلة منع الحمل من وراء زوجها بدون علم زوجها، يكفر عن يمينه وفي التحريم أيضا كفارة يمين ولا يسقط الحمل.